بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله في الفيديو ده عايزين نتكلم على الاستراتيجي باترن. ده أول باترن هنتكلم عليه، ويمكن ده أول باترن موجود في الكتاب، كتاب هيد فيرست ديزاين باترنز، المين ريفرنس بتاعنا في شرح البلاي ليست دي. الباترن ده سهل ولذيذ وبسيط، وهو عبارة بس عن شوية تطبيق للأوبجكت أورينتد برنسبلز، وسهل جدا. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن إن إحنا محتاجين حد فاهم كويس في الأو أو بي عشان يقدر يفولو معانا، وإن إحنا الريفرنس بتاعنا كتاب هيد فيرست، وان ان شاء الله البليس دي هنركز على الكونسبت اكتر من الكود. الكتاب بيشرح بالجافا والكود الموجود بالجافا، بس هو اقرب لكونه كونسبتس او اقرب لكونه تطبيق لمبادئ الاوبجكت اورينتد. طيب تعالى كده نبدا سخنين على طول باول حاجه في الباترن ده. طيب بيبدا كده الشابتر، وبيبدا معايا الكتاب بان انا عندي فيه دك ابلكيشن، دك اللي هو البطه. الدك ابلكيشن ده او الدك سوفت وير اب ده هو اللي احنا عايزين نعمله، الطلب مننا ان احنا نعمله. تعال ناخد مثلا الراجل اللي هنمشي بيه في الكتاب، نسميه عمر مثلا. عمر مبرمج، راجل غلبان على قد حاله، جه الليد بتاعه قال له محتاجين نعمل دك سيميوليشن اب، او محتاجين نعمل دك اب. وعمر بدا يمبلمنت، وده الامبلمنتيشن الاولي المبدئي اللي عمر عمله. عمر عمل ايه؟ عمر عمل كلاس سماه دك البطه، وحط فيه الخصائص او المميزات بتاعه البطه، اللي هي الكواك. الكواك اللي هي الصوت بتاع البطه، اللي هي الكواك كواك دي، وسويم ان هي بتعوم، وديسبلاي دي فانكشن جوه الكلاس. تعال نشوف كده مكتوب ايه. بيقول لك اول داكس كواك اند سويم، اي بطه بتطلع صوت، صوت بتاع البطه وبتعوم، دي الفانكشناليتيز بتاعتها. قال لك ذا سوبر كلاس تيكس كير اوف ذا امبلمنتيشن كود، يعني دي فانكشنز مش ابستراكت، فانكشنز وذ بودي وذ امبلمنتيشن، وده كونكريت كلاس عادي جدا اللي اسمه دك. وانا باسيوم ان المصطلحات اللي انا بقولها دي انت عارفها، لان انت عارف او او بي، فانا بقى مش كل مصطلح اقول انا المفروض ان انت عارفه. وانا ماشي بقى وانا بتكلم انا بفترض ان انت فاهم او او بي معايا، قشطه. طيب وقال لك هنا الديسبلاي ميثود دي از ابستراكت، يعني الديسبلاي ميثود دي ابستراكت سينس اول دك سب تايبز لوك ديفرنت. يبقى انا كده اول حاجه هتيجي في بالي ايه؟ طالما هو قال لي ان الديسبلاي ميثود ابستراكت، يبقى الدك كلاس هو مش كونكريت كلاس، هو ابستراكت كلاس، عشان هو جواه فانكشن ابستراكت. ده بديهيات. هنزل كده اكمل، هلاقيه بيقول لي ان هو عامل تو كلاسز بيورثوا او بي امبلمنتوا او بي اكستندوا، لان هو ابستراكت كلاس من الدك كلاس. يعني عندي في كلاس ابستراكت اسمه الدك، جواه في two أو three functions، two functions with implementation الكواك والسويم، فيهم الimplementation بتاع عملية الكواك والسويم، وفي function تالتة اللي هي الديسبلاي اللي هي abstract اللي حصل لها override جوه المالر دك والريد هيد دك. دول نوعين من البطة بدأ بيهم. المالر دك، مالر ده اللي هو بط الملاريا، بط مش عارف يعني مش عايز اهبد قشطة، اسمه مالر دك، والتاني اسمه الريد هيد دك. المالر دك بتورث، بتكستند تحديدا من الدك abstract class، وال red head duck بتextend من ال duck. قال لك lots of other types of ducks inherit from the duck class، يعني بيقول لك ان في انواع تانية من ال duck classes بتورث او بتextend من ال duck abstract class. لحد هنا تمام، مفيش فيه مشكلة، مفيش فيه اي ازمة. ده ال first implementation ال developer عمر عمله بتاع ال duck application. تعال بقى واحدة واحدة نشوف ايه المشاكل اللي هتظهر، او ايه المشاكل اللي already موجودة، وازاي معلش انا اتحريت بس، وازاي ان احنا نتغلب على المشاكل دي. هنا بيقول لك هنا اتش دك سب تايب از ريسبونسبل فور امبلمنتنج اتس اون ديسبلاي، يعني ديسبلاي دي ابستراكت، وكل كلاس هو اللي هيحط الديسبلاي بتاعته، اللي هو انا مالر دك، انا ريد هيد دك، وهكذا. تعال ننزل ونشوف ايه بقى المشكله اللي هتواجهني. جه عمر وهو شغال كده قال لك ايه، جه المدير بتاعه قال له والله يا عمر بص، احنا عايزين البط ده يقدر ان هو يطير يفلاي، عايزين نضيف فانكشناليتي على السوفت وير الحالي. الفانكشناليتي دي اسمها فلاي بتاعت الطيران، هي بتقدر تكواك تطلع صوت، بتقدر ان هي تسويم تعوم، احنا عايزينها بقى تطير بطه، عايزينها تطير تفلاي. فجاء عمر يفكر كده قال لك يا عم على الله ماشي، يلا نطيرها، يلا نطيرها. راح جاي عمر فكر في هذا الحل. ده عمر اهو لابس قميص ازرق، انا بحب القميص الازرق جدا، بس اكيد مش احب البس البتاع بتاع ما علينا. طيب جه عمر راح مفكر في الحل ده، وراح قال لك ايه؟ قال لك وات وي وونت، ايه اللي احنا عايزينه؟ اللي احنا عايزينه ان هي تطير، اهي بطه بتطير، ده اللي احنا عايزينه. قال لك يا عم هي كيمياء، يا عم سهله، تعالى يا عم الدك كلاس اهو، عندي الكواك وعندي السويم وعندي الديسبلاي، دي الحاجات القديمه الموجوده اللي احنا اتكلمنا عنها وعارفينها. قال لك يا عم هضيف لها الفلاي، سهله بسيطه مفيش مشكله. والفلاي دي
زي الكواك وزي السويم، كل السب كلاسز تورثها، والامبلمنتيشن بتاعها موجود في الابستراكت كلاس اللي اسمه دوك، وسلام عليكم ما عنديش ازمه. قال لك اول سب كلاسز انهيرت فلاي زي المالر دوك وزي الريد هيد دوك، مكانه بيورثوا الفانكشناليتي بتاعت الكواك بتاعت السويم، ضفنا برضو الفلاي اللي هي فانكشن وذ بودي وذ امبلمنتيشن هتاخد البيهافيور او الامبلمنتيشن بتاع الفلاي. سهله وبسيطه وحلوه وجميله. حلو حلو. طيب جه بعدها المدير قال له ما هو بص واحده واحده، احنا محتاجين نضيف رابر داكس. ايه الرابر داك دي؟ اللي هي البطه دي، بص البطه اللعبه اللي هي مش عارف شايفينها ولا لا، بص شكلها كيوت والله اهي، هي بس تعبانه شويه. الرابر داك اللي هي البطه، الرابر المطاط اللعبه بتاعه دي، واخد بالك؟ قال له انت ضايف نوع اسمه المالر داك، وضايف نوع الريد هيد داك، وفي انواع تانية. طب انا بقى عايز اضيف نوع الرابر داك، الداك اللي هي اللعبه دي. جه عمر كده فكر هعمل ايه؟ طيب هي دي مش بطه حقيقيه، دي بطه لعبه، يعني بالتالي هي مش هتقدر تقوم بنفس الفانكشناليتيز، مثلا هي مش هتقدر تطير لان هي مش بطه حقيقيه. المالر داك والريد هيد داك دي بالمناسبه انواع بطه حقيقيه، يعني لو دخلت سرشت عليهم انواع بط بتعيش حقيقي، بطه عايشه، بتفهم؟ بس دي مش بطه عايشه، دي لعبه، وانا عايز اضيفها للسيستم بتاعي بتاع الدك اب ده كنوع بط عندي، بس كده هيبقى عندي ازمه. طب تعالى كده نشوف ايه الكلام بقى وايه اللي هيحصل. جه عمر قال لك يا عم هم في ايه؟ طب احنا هنعمل ايه؟ يعني انا ينفع اعمل كده؟ انا عايزك ما تتوهش مني عشان لسه الموضوع هيكبر مني، فعايزك تسيب الموبايل اللي في ايدك او تسيب اللي انت بتكلمه وتركز معايا. صدقني يا ابني ده اللي هينفعك، ركز معايا في اللي انا بقوله عشان ما تعيدش الفيديو من الاول تاني وتقول انا مش فاهم. ما انت اللي مش مركز، ركز في اللي انا بقوله دلوقتي هتفهم. طيب جه عمر قال لك ايه؟ قال لك ماشي قشطه، انا عندي الدك ابستراكت كلاس عادي جوه الكواك والسويم والفلاي اللي انا لسه ضايفها من شويه، وعندي الديسبلاي الابستراكت فانكشن الوحيده اللي معايا، وانا ما عنديش ازمه. المالر داك عندي، الريد هيد داك عندي، وهضيف كلاس جديد اللي هو الرابر داك اللي المدير عايز يضيفها. قال لك نوتس تو ذات رابر داك دونت كواك سو كواك از اوفر ريدن تو سكويك. قال لك في مشكله، انا هضطر ان انا في السب كلاس بتاعي اللي اسمه رابر داك اللي تشايلد كلاس بتاعي، هضطر ان انا اوفر رايد، انا بفترض ان انت عارف يعني ايه اوفر رايد، الكواك اللي في الاب اللي في البيرنت اللي في السوبر اللي في الابستراكت كلاس دك، هضطر ان انا اوفر رايد الفانكشن اللي اسمها كواك عشان الغي الصوت اللي بيطلع في الرابر دك، لان هي ما بتطلعش نفس الصوت بتاع البط العادي، عشان هي بتسكويك اللي هو الصوت بتاع البط اللعبه لما تدوس عليها بتصفر صفاره مضحكه كده، بس دي مش شغاله، دي انا قعدت اعمل فيها كده لحد ما باظت، فهي مش هتطلع الصوت. فهو اضطر يعمل اوفر رايد هنا للكواك عشان يلغي الفانكشناليتي اللي موجوده في الاب في الرابر دك. لحد كده ماشي، يعني لقينا حل والدنيا ماشيه والدنيا لذيذه والدنيا حلوه، ماشي قشطه انا معاك والدنيا حلوه، بس ستيل في عندي مشكله. يعني فكر كده وتعالى نبص كده للسيستم واللي احنا عاملينه ده، انا حاسس ان انا عندي مشكله. يعني هي بص، موضوع الصوت الكواك ده احنا عملنا فيه اوفررايد للفانكشن قشطه. طب الفلاي هنعمل برضو اوفررايد للفلاي ونلغي الفانكشناليتي عشان هي مش هتطير؟ طب تعالى كده نشوف عمر فكر في ايه. عمر جه قال لك طب ما بص، طب ما انا ممكن يا اسطى دلوقتي اعمل ايه؟ انا عندي الرابر داك، الرابر داك دي انا عملت اوفر رايد فيها للكواك، انا بقول لك الحل اللي هيجي في بال عمر اهو اللي كلنا فكرنا فيه، تمام؟ قال لك انا عندي الكواك اللي هي الفانكشن اللي عملت لها اوفر رايد، خليتها تسكويك تعمل الصوت المختلف بتاع الرابر داك. قال لك والديسبلاي كده كده موجوده هتقول انا رابر داك عادي. قال لك الفلاي بقى، المشكله بتاعت الفلاي، قال لك هعملها اوفر رايد من الاب من البيرنت وهخليها ما تعملش حاجه، اوفر رايد تو دو نوثينج، مش هي ما بتطرش يا عم، بسيطه هعمل اوفر رايد للفلاي والغيها، ما اخليها ما تعملش حاجه عشان ما اخدش البيهيفير بتاع الفلاي وانا في الرابر داك اللي هي ما بتطرش. ده اللي هيجي في بالنا كلنا. قال لك ماشي بسيطه. قال لك but then what happens when we add wooden decoy ducks to the program. طب لما اجي انا دلوقتي يعني كل ما مشكله بتواجهني
بديها مسكن، انا مش بحل، انا بدي مسكن. سناني بتوجعني خد مسكن، راسي بتوجعني خد مسكن، هاوفر رايد واوقف الفانكشن، هاوفر رايد واغير البيهيفيور، هاوفر رايد واعمل مش عارف ايه، عمال احل مشكله مشكله. طب مشكله كمان بتظهر ان انا لو ضفت نوع رابع بقى، نوع جديد من البط او من الدكس اسمه وودن ديكوي دكس، اللي هي البطه الخشب دي، بص، او البطه اللي هي المعدن بتاعها مش مطاط زي دي، المعدن بتاعها وودن خشب، بطه خشب كده. قال لك لو انا ضفتها البروجرام دول، النوع ده من البط يعني، they aren't supposed to fly or quack، يعني دي لا لا بتعمل فلاي ولا بتطلع اي صوت، لا كواك ولا سكويك ولا اي حاجه زي الثانيه. قال لك شكلها هيبقى عامل ازاي؟ الديكوي دوك هتبقى كده، كواك اوفر رايد تو دو ناثينج، ما بتطلعش صوت، فلاي اوفر رايد برضه تو دو ناثينج، ما هي لا بتطير ولا بتطلع صوت. قال لك here is another class in the hierarchy, notice that like rubber duck it doesn't fly but it also doesn't quack. قال لك هي زي الرابر، البطه اللعبه مش بتطير بس بلس عليها ان هي اصلا ما بتطلعش اي صوت اصلا اساسا. قال لك ماشي تمام حلو شغال لذيذ اديت مشيت. طب وبعدين هنعمل ايه؟ يعني انت كده عمال تحل 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 تديني مشكله، طب الدنيا عندك هتبقى رايحه على فين؟ جه عمر بص كده وقال لك طب ما استنى بقى، لا استنى قبل ما نعرض الصوره دي، قبل ما نعرض الصوره دي، عمر دلوقتي جه فكر قال لك ايه؟ ركزوا بقى معايا. قال لك بص، ما انا دلوقتي عمال اضيف انواع، والانواع دي كل شويه يطلع فيها مشكله، عمال اضيف نوع ويطلع فيه مشكله. قال لك طب انا ممكن اعمل حركه شقيه، حركه صايعه جدا جدا جدا. قال لك انا ممكن اعمل انترفيس، هو بيفكر، هو ما قالش باترن ولا قال حل ولا 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 قال اي حاجه، هو بيفكر في حل، لان هو حس ان في مشكله، ان كل ما يجي يضيف نوع يبقى عنده مشكله في البيهيفير، في السلوك، في الفانكشناليتي، ما بتطيرش ما بتطلعش صوت، لا دي بتطلع صوت بس ما بتطيرش، لا دي بتطير بس ما بتطلعش صوت، لا دي ما بتعملش الاثنين، لا دي بتعمل الاثنين. قال لك انا حاسس ان في ازمه في الانواع المختلفه بتاعه الدك كلاسز بتاعتي، ومع الفانكشناليتي اللي الدك العاديه بتقوم بيها اللي هي الفلاي والكواك. فعمر فكر في حل، قال لك انا ممكن اعمل كده. تعال بقى نشوف الكلام ده بيقول ايه. قال لك بص، انا ممكن اعمل انترفيس، الانترفيس يهولد الفانكشناليتي، اعمل انترفيس اسمه فلايبل واعمل انترفيس اسمه كواكابل، يعني البطه دي قادره على الطيران او قادره على عمليه الكواك، على الصوت اللي بيصدر من البطه. وقال لك انا هشيل التو فانكشنز بتاعه الفلاي وبتاعه الكواك اللي كانت في الابستراكت كلاس اللي اسمه دك، واحطها في الانترفيسز بتاعه البيهيفير، واحده واحده وبالراحه وما تتوهش مني. انا كان عندي ابستراكت كلاس اسمه دك، جواه الفانكشناليتي، جواه الكواك، السويم، الفلاي، والديسبلاي اللي هي كونكريت، اللي هي ابستراكت سيبك منها، الثلاثه فانكشناليتيز، الفانكشنز اللي هي ويذ بادي فيها امبلمنتيشنز، الثلاثه البيهيفيرز بتوع البطه كانوا ايه؟ هم الكواك والسويم والفلاي. وحصلت المشكله ان احنا كل ما نضيف نوع يطلع نوع بيعمل حاجه ونوع ما بيعملش، وفي ازمه ان انا اسيب الامبلمنتيشن في الابستراكت كلاس الكبير. فعمر بيفكر في حل، قال لك طب ايه الحل بالراحه؟ قال لك انا همسح الفانكشن بتاعه السويم، سوري، همسح الفانكشن بتاعه الفلاي من الدك كلاس الكبير، الابستراكت الكبير، وهمسح فانكشن الكواك من الكلاس الكبير، وهشيل البيهيفير ده بتاع الكواك وهشيل البيهيفير بتاع الفلاي، احطهم في انترفيسز، ويبقى اي بطه نوعها بطه هتكستند او هتورث دايركت من الابستراكت كلاس اللي اسمه دك. والبطه دي نفسها اللي هي اوريدي بطه، لو هي عندها قدره الطيران وبيهيفير وفانكشناليتي الطيران، هتقوم عامله امبلمنت للانترفيس وتورث منه. سهله سهله. فجينا كده بصينا على الفلو اللي قدامي ده، هلاقي ان المالر دك السهم الكبير الاسود ده معناها اكستندز، بتكستندس من الدك كلاس وواخده كل الفانكشناليتيز بتاعه الدك ابستراكت كلاس، بس في نفس الوقت طالع منها السهم المنقط ده معناه الامبلمنتس، مع ان هي علاقه ما بين كلاس وانترفيس. فرايحه كده طالعه المالر دك دي قدرت ان هي تورث او تامبلمنت الكواكابل انترفيس وتامبلمنت الفلايبل انترفيس الاثنين مع بعض، عشان هي كنوع مالر دك بتقدر تعمل الاثنين. لو جيت بصيت على الريد هيد دك نفس الكلام، بتورث عادي من الدك وبتامبلمنت الكواكابل والفلايبل انترفيسز. لو جيت بصيت بقى على الرابر دك، الرابر دك لقينا ان هي بتعمل صوت، اللي هي دي الرابر دك بتعمل صوت بس ما بتطرش، فهي بتورث عادي، بتكستند الدك ابستراكت كلاس عادي، لان هي في الاول وفي الاخر دك، بس هي بتامبلمنت الكواكابل بس عشان هي ما بتطرش. لو جيت بصيت بقى على الديكوي دك اللي هي البطه الخشب، هلاقي ان هي بتورث من الدك كلاس بس، ومش بتامبلمنت الفلايبل ولا الكواكابل، لان هي لا بتطير ولا بتطلع صوت. وده حل سو فار مش وحش. سو فار احنا فصلنا
البيهيفيور بتاعنا، فصلنا الفانكشناليتي بتاعتنا اللي كان فيها الازمه طلعناها بره في انترفيسز، وقدرنا ان احنا نعمل اللي احنا بنعمله ده. تيل ناو شغال، تيل ناو اللي احنا بنقول عليه ده ماشي شغال، بس الحل ده كده اللي هو سو فار مش وحش، هو حل جزء من المشكله ما حلش المشكله كلها. الحل اللي قدامي ده لسه في جزء كده تحس ان انا حاسس ان في حاجه مش ظابطه، او حاسس ان في حاجه ممكن تبقى احسن، او حاسس ان في حاجه مش احسن حاجه. حته الريوزابيلتي او حته الريوزابل بتاع الكود، الكود مش ريوزابل. احنا قدرنا نطلع البيهيفير بره، بس الريوزابيلتي بتاعت البيهيفير نفسها مش احسن حاجه. هيبقى في مشكله في المينتيننس معايا، هيبقى في مشكله ان انا اريوز البيهيفير بتاع الفلاي او البيهيفير بتاع الكواك، او لو انا جيت كده اغير في البيهيفير بتاع الفلاي انا هبص كده الاقي ان انا محتاج اغير بيهيفير الفلاي ده في كل الكلاسز دي. مش فاهمك يا عمر يعني ايه. لا معلش انا مش فاهم الحته اللي انت بتقولها دلوقتي دي، اخر حته اللي من سنتين دي معلش انا مش فاهمها، هقولها تاني. حاضر هقولها تاني. ايه المشكله يا عمر في الديزاين اللي قدامي ده؟ انت بتقول ان هو كويس، هقول لك بالراحه. الانترفيس بتاعي اللي اسمه فلايبل ده انترفيس صح؟ صح. جواه فانكشن ابستراكت فانكشن اسمها فلاي ما لهاش بودي صح؟ صح. نفترض ان انا عندي 40 نوع بطه، وال40 نوع بطه دول منهم 30 نوع بطه بيطير، فال30 نوع بطه بيامبلمنتو الفلايبل انترفيس وبيعملوا اوفررايد للفلاي فانكشن، بيحطوا الامبلمنتيشن بتاعهم من الطيران اللي هو في الغالب هيبقى متشابه، كل البط بيطير بنفس الطريقه. طب افرض انا عايز اغير طريقه الطيران والامبلمنتيشن بتاع عمليه الطيران موجود في 30 كلاس بطه من ال40 كلاس، يعني انا عشان اعدل في عمليه الطيران الامبلمنتيشن بتاع الطيران اللي هو سو فار متشابه هروح اعدله في كل السب كلاسز. يبقى انا حليت جزء من المشكله بس ظهر جزء تاني، عمليه الريوزابيلتي. انا ما عملتش ريوزابيلتي للكود او للفانكشناليتي بتاعه الفلاي، دي ازمه، دي المشكله اللي انا بقولها دلوقتي. نحلها ازاي؟ او النكست ستيب اللي عمر فكر فيه ازاي؟ تعال نشوف. جه عمر قال لك ايه؟ قال لك طب يا اسطى صل على النبي عليه الصلاه والسلام، قال لك طب لو انا جيت عملت كده دلوقتي، بص الست دي انا مش عارف هي مين، بس مش عايزين نقول اسماء عشان ما حدش يزعل مننا، بس تعال نشوف كده. That is like the dumbest idea you have come up with. بتقوله دي اغبى فكرة انت ممكن تكون فكرت فيها. Can you say duplicate code؟ يعني انت كانت مشكلتنا في الدوبليكيت كود. If you thought having to override a few methods was bad, how are you gonna feel when you need to make a little change to the flying behavior؟ ده اللي انا لسه بقوله والله، بس عشان هي واحدة اجنبية وكلام انجليزي فانت هتثقوا فيها ومش هتثقوا في اللي انا بقوله. والله ده انا لسه قايله من دقيقتين، ان احنا هنغير في ال 48 كلاس اللي بياخدوا البيهيفير بتاع الدك، عشان احنا سيبنا السب تايبس، سيبنا التشيلدرن كلاسز هي اللي تحط الامبلمنتيشن بتاعها من الفلاي، وكل كلاس فيه ديفرنت امبلمنتيشن من الفلاي وممكن يبقوا هما متشابهين، يبقى انا كده هضطر اعدل واغير في ايدي، يبقى المينتيننس هيبقى فيه مشكله ان انا اغير من الفلاي بيهيفير في كل السب كلاسز. دي المشكله، دي الازمه. قشطه. طيب جه بعدها وقال لك ايه؟ قال لك طب احنا كده محتاجين نعرف ديزاين برينسيبل. قال لك في ديزاين برينسيبل في الحته دي مهمه قوي هيفيدنا وهيساعدنا. ايه بقى الديزاين برينسيبل دي؟ بص واحنا ماشيين في الشرح او واحنا ماشيين في الكتاب، الكتاب كده كل شويه بيقعد يديك معلومه، يا اما او او بي برينسيبل اوبجكت اورينتد، او او برينسيبل قصدي اوبجكت اورينتد برينسيبل، او بيديك ديزاين برينسيبل بيديك هنتايه، بيديك حاجه تساعدك، بيديك معلومه. المعلومه اللي بيقولها لك هنا ايه الديزاين برينسيبل ده؟ ايه؟ قال لك ايدنتيفاي ذا اسبيكتس اوف يور ابلكيشن that vary and separate them from what stays the same. بالبلدي بالعربي كده في الانجاز، الحاجه اللي بتتغير، الحاجه اللي هيحصل عليها changes خدها افصلها على جنب. من الاخر الحاجات اللي هتفضل زي ما هي سيبها لوحدها، الحاجات اللي بتتغير افصلها لي على جنب. هنا بيقول لك the first of many design principles we will spend more time on these throughout the book. بيقول لك ده اول design principle في الكتاب، هو في الشابتر هو قاله، فقال لك انت هتقابل ديزاين برينسيبلز زي دي في الكتاب كله عشان ده اول ديزاين برينسيبل قاله. تعال نقرا تاني كده بالراحه. قال لك اعرف انت ايه عندك في البروجرام في السوفت وير بتاعك بيتغير، هيحصل عليه تشينجز، افصله اعزله على جنب عن الحاجات الثابته. زي ما احنا من شويه عملنا ان احنا فصلنا الفلاي بيهيفير والكواك بيهيفير في انترفيسز بره عن الدك ابستراكت كلاس، وده حل نص المشكله، وكانت نص المشكله الثانيه ان انا هضطر اسيب الفلاي فانكشن اللي هي فيها الامبلمنتيشن بتاع الفلاي في كل السب كلاسز، فلما اجي اغير في الفلاي بيهيفير هغيره في ال40 كلاس. انا بعيد ثاني بفكرك بالمشكله وبالحل اللي احنا بنقوله، ما تسرحش مني بقى. طيب
البرنسبل ده حلو وبيأكد على اللي احنا بنعمله واللي احنا عملناه. طب بعد كده قال لك ايه؟ قال لك طب هو يعني معنى اللي انت بتقوله او معنى الديزاين برنسبل ده ان انا افصل اللي بيتغير لوحده عن اللي مش بيتغير. ماشي حلو انا فهمت، يعني انا ممكن اعمل كده؟ يعني انت قصدك، انت قصدك بالكلام اللي انت بتقوله ده يا عم الحاج، المنظر اللي قدامي ده، ان الدك كلاس بتاعي، الدك ابستراكت كلاس اللي احنا كنا عاملينه من شويه، بول اوت وات فاريز، طلع منه الحاجات اللي بتتغير او الحاجات اللي فيها اختلاف او فيها تشينجز، زي الفلاينج، الفلاينج بيهيفيرز والكواكينج بيهيفيرز اللي طلعناهم بره في انترفيسز. قال لك ناو فلاينج اند كواكينج ايتش جيت ذير اون سيت اوف كلاسز، فاريوس بيهيفير امبلمنتيشنز ار جوينج تو ليف ذير تو ليف هير، ذا دك كلاس از ستيل ذا سوبر كلاس، هو لسه السوبر كلاس بتاع كل الدكس، but we are pulling out the fly and quack behavior and putting them into another class structures. ده بيأكد على البرنسبل اللي فات، بيأكد على اللي احنا عملناه وعلى اللي احنا قلناه وعلى التفكير بتاعنا، والدنيا جميلة وحلوة. وهنيجي في الحتة دي بقى نعرف برنسبل تاني في الشابتر ده. خد بالك احنا لسه ما حلناش الـ يعني ما طبقناش الاستراتيجي باترن ولسه في كلام كتير، فما ما تفتكرش ان كده الفيلم خلص. هيجي لنا هنا برنسبل مهم جدا 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 يساعدنا على اللي احنا بنقوله. ايه البرنسبل ده بقى؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك بروجرام تو ان انترفيس نوت ان امبلمنتيشن. يعني ايه؟ مش فاهم. قال لك وي ويل يوز ان انترفيس تو ريبريزنت ايتش بيهافير، ده اللي احنا عملناه، استخدمنا انترفيس للفلاينج بيهافير وانترفيس للكواك بيهافير. قال لك فور انستنس، على سبيل المثال فلاي بيهافير اند كواك بيهافير، قشطه، and each implementation of a behavior will implement one of those interfaces. حاسس ان في حاجه زياده هنا هو يقصد يقولها، وحاسس ان في حته اضافه كده. احنا عارفين ان احنا عاملين two interfaces والدكس العاديه بتimplement، سواء لك هنا and each implementation of a behavior will implement one of those interfaces. ماشي نفس الكلام اللي بنقوله. في سايد نوت هو قايلها ولسه جايه، يعني هي انا هقولها تاني جايه قدام بس هقولها دلوقتي برضو. يقصد بكلمة program to an interface not an implementation، هو ما يقصدش هنا interface حرفيا، ما يقصدش نوع الفايلات اللي اسمه interface اللي في الجافا، لا هو يقصد اي حاجة بتطبق ال abstraction. يعني abstract class ينفع، interface ينفع، فكرة ان انا اعمل abstraction في العموم، ما يقصدش interface بمعنى interface. والنوت دي هو قالها وهيقولها بس انا حطيتها على جنب دلوقتي. طيب يعني احنا هنا هنفصل كل الفلاي بيهيفيرز مثلا، يعني احنا اي 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 فلاي بيهيفير عندنا، عشان ممكن يبقى عندي اكتر من فلاي بيهيفير. يعني انا عندي، انا كنت عامل من شويه ايه، بص كده، انا كنت عامل الفلاينج بيهيفير ده هنا بس انترفيس واحد. طب انا ممكن اضيف اكتر من فلاي بيهيفير ازاي؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم، وضح لي. حاضر، بص كده، بص 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 بص، قال لك لا تعالى لي بقى، تعال لي تعال لي تعال لي، ده الموضوع هيكبر مني. قال لك ما هو بص، انت مش احنا قلنا من شويه تطبيقا للبرنسبلز اللي احنا بنتكلم عليها دي، تطبيقا للدك اب اللي احنا عايزين نعمله، احنا مش لقينا نوع من الدكس هو النوع ده مش بيطير اصلا، اللي هو الديكوي دكس مثلا، او ال 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 الدرابر دك ده 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 ده, ده مش بيطير، وانا عملت الانترفيس اللي اسمه الفلاي بيهافير ده، هعمل بقى ايه؟ انا عملت تو كونكريت كلاسز تاخد الامبلمنتيشن بتاع البيهيفير. لا انا مش فاهم، معلش مش يعني إيه, إيه, ايه، ما احنا كنا ماشيين كويس وانا فهمت اللي احنا وقفنا عنده، النقطه اللي من دقيقتين انا فاهمها، بس دلوقتي الصوره دي عايزه تقول ايه؟ يعني فلاينج وينجز ده ايه يا عمر؟ مش فاهم، هو ده انت انترفيس ولا ابستراكت كلاس ولا ده كلاس؟ واحده واحده، صلي على النبي، اشرب ميه، انا اشرب ميه، اشرب معايا ميه. اخر حاجه كنا احنا واقفين عندها واخر مشكله كنا احنا فيها، ان انا عندي فصلت البيهيفير بتاعي بره زي ما هو قال لي وزي ما الديزاين برينسيبلز بتقول لي، فصلت اللي بيتغير بره في انترفيسز، وخليت السب كلاسز تيمبلمنت الانترفيسز دي وتحط هي البيهيفير بتاعها، قشطه وحلو. وكانت المشكله اللي ظهرت معايا من شويه ان انا هضطر عشان اعدل، انا عشان اعدل في الفلاي بيهيفير هعدله في 40 كلاس، فدي مشكله جديده ظهرت. قال لك اتغلب عليها ازاي؟ قال لك سهله، انت هتسيب الانترفيس بتاع الفلاي بيهيفير زي ما هو، عشان احنا المفروض نبروجرام الانترفيس مش لكونكريت كلاس او مش لامبلمنتيشن. ماشي فاهم قشطه،
وهتعمل كلاس جديد، هنوجد كلاس جديد اصلا تماما. انا كان عندي على سبيل المثال، بص معلش، الحته دي هي اهم حاجه في الشابتر. الصوره اللي فاتت دي هي اهم، هي لو انت فهمتها خلاص معلش، خلي بالك طويل معايا، صبرا يا صديقي، واحده واحده. انا عندي المالر داك دي، المالر داك دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتمبلمنت الفلايبل. يعني انا كان في عندي تو انتيتيز، عندي حاجتين كائنين، عندي كونكريت كلاس سب تايب نوع بطه اسمه المالر داك، بيورث من انترفيس وبياخد منه البيهيفير يحطه عنده هو في السب كلاس بتاع الفلاي. انا بقى في النص في الحته دي كده، شايف انت مكان السهم ده مكان الماوس بتاعي في النص، انا هخلق حاجه تحل لي مشكله تكرار الفلاي بيهيفير وتكرار الفلاي فانكشناليتي اللي في السب كلاسز، اللي هيخلي عمليه المينتيننس والتعديل جحيم. هدخل في النص هنا كده كلاس، اسمي الكلاس ده الفلاي بيهيفير او اسميه الفلاي، واخلي الكلاس اللي هنا ده هو اللي هيورث من الفلايبل، مش نوع البطه اللي هيورث، مش المالر دك اللي هيورث، مش الريد هيد دك اللي هيورث، مش نوع البطه بتاعي الاخير اخر حاجه في السيستم هي اللي هتورث. لا، انا هخلي كلاس واحد مسؤول عن عمليه الطيران، كونكريت كلاس واحد مسؤول عن عمليه الطيران، هو اللي امبلمنت الفلايبل، وهو اللي يحط البيهيفير بتاع الفلاي في مكان واحد مسؤول عن عمليه الطيران او عن اي عمليه تانية هتحصل، او لو عندي اكتر من عمليه طيران. يبقى انا هنا بحل مشكله تكرار عمليه الفلاي اللي في السب كلاسز، شلتها من كل السب كلاسز حطيتها في مكان واحد اللي هو الكلاس اللي هيورث من الانترفيس فلايبل. عارف ان عندك اسئله، وعارف ان انت بتقول لي طب كده علاقه الكلاس الجديد يا عمر اللي انت لسه قايل لي عليه ده هتبقى علاقته ايه بالسب كلاسز؟ واحده واحده وهننزل وهنشوف. تعال نرجع بقى للي كنا فيه. اخر حاجه كنا فيها فين؟ هنا. الكلاس الجديد اللي انا حطيته في النص ده سميته مثلا فلاي وذ وينجز امبلمنتيشن داك فلاينج، دي البطه اللي عندها العاديه الطبيعيه المالر داك مثلا او الريد هيد داك اللي بتطير، عملت لها كلاس سميته فلاينج وذ وينجز بتامبلمنت الفلاي بيهيفير. وعملت نوع تاني كلاس تاني اسمه فلاي نو واي، بطه ما بتطيرش، دو نوثينج، كانت فلاي. تحت هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك فروم ناو اون، من دلوقتي ذا داك بيهيفيرز ويل ليف ان ا سيبريت كلاس. انا فصلت البيهيفير بتاع عمليه الطيران اللي كان موجود في السب كلاسز ومتكرر، فصلته في كلاسات تانية بره، في كونكريت كلاسز بره بتديبند على الانترفيس بتاع الفلاي بيهيفير اصلا. قال لك a class that implements a particular behavior interface. قال لك that way بالطريقة دي the duck classes will not need to know any of the implementation details for their own behaviors. بالطريقة دي أنواع البط بتاعي زي المالر duck والديكوي duck والرابر duck، كل أنواع البط بتاعي ده هو مش محتاج يعرف تفاصيل الديتيلز والimplementation بتاع عملية طيرانه هو. فلو قصت أن أنا أغير في عملية الطيران هروح لكل البط اللي بيفلاي وذ وينجز، واقدر انا اغير عمليه الطيران في حته واحده في كلاس واحد اللي انا حطيت مسؤوليه الطيران ليه هو، وهو بروجرام لانترفيس بيمبلمنت الفلاي بيهيفير. لسه الصوره مش هتبقى كامله، لسه في كلام، خليك معايا واحده واحده لحد اللحظه اللي احنا فيها دي. ماشي، تعبت، سو فار سو جود، حلو، ماشي، جميل. طب ايه تاني؟ بس هنا بقى في الحاله دي انت ممكن يجي في بالك، طب يعني معلش بس انا فاهم، والله العظيم انا فاهم اللي انت بتقوله وانت راجل 100 وكل حاجه حلوه، بس انا عايز اعرف الفلاي بيهيفير ده انا لو شلته هيبقى عندي ازمه؟ يعني طالما انت عمر بتقول ان احنا حطينا البيهيفير في كلاس بره، الفلاي بيهيفير الانترفيس ده لازمته ايه بقى اللي فوق ده؟ يعني حاسس ان انا بلف حوالين نفسي، او ان انا باوفر انجينير، او ان انا ايه فكره الفلاي بيهيفير الانترفيس اللي فوق ده هيفيدني في ايه؟ طيب احنا ممكن نبدله عمر بابستراكت كلاس، ده دي الحته اللي كنت بقولها من شويه هقولها، ممكن انا بس عايز اطبق حته ان انا ابروجرام الانترفيس، يعني كونه موجود الانترفيس ده هو تطبيقا للبرنسبل بتاع ان انا ابروجرام الانترفيس مش 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 لكونكريت كلاس. انترفيس دي مش المقصود بيها انترفيس، المقصود بيها اي عمليه ابستراكشن، ابستراكت كلاس عادي شغال. يعني لو انا جيت كده بصيت على الصوره دي، الصوره دي مهمه قوي، الصوره دي هي سايد نوت، هي حاجه جانبيه عن الشابتر اللي انا بقوله. يعني الحته اللي جايه دي هو بيشرح لك الفرق ما بين ان انت تبروجرام لامبلمنتيشن، ويشرح لك يعني ان انت تبروجرام لانترفيس، مالهاش علاقه بالداك سيستم اللي احنا بنقول عليها. بص كده الصوره دي
عجبتني اول حته دي في الشابتر، عجبتني قوي يعني قوي، فاهم؟ هو هنا بيقول لك ايه يعني ان انت تبروجرام لامبلمنتيشن. هو النصيحه اللي كان بيقولها ايه؟ النصيحه اللي كان بيقولها من شويه، البرنسبل اللي كان بيقوله ده، مش هو من شويه كان بيقول البرنسبل ده؟ ما علينا. كنترول زد، البرنسبل ده اللي احنا كنا بنقول فيه بروجرام تو ان انترفيس نوت ان امبلمنتيشن، صح؟ وده اللي انا كنت بقول لك فيه، المقصود بانترفيس هو اي حاجه تطبق الابستراكشن سواء حتى الابستراكت كلاس، ده المقصود بيه، ده الديزاين برنسبل اللي هو عايز يقوله. فهو هنا بيشرح لك طب ايه الفرق بقى بان انا ابروجرام اصلا لامبلمنتيشن، ليه ان انا ما اعملش واي اتس نوت تو ان امبلمنتيشن، واي تو نوت بروجرام تو ان امبلمنتيشن، ليه ده غلط؟ ايه المشكله؟ ايه الفرق ما بين ان انا ابروجرام لانترفيس او ابستراكت كلاس وان انا ابروجرام لامبلمنتيشن؟ هو خدك على جنبه وبيشرح لك الحته دي وهيكمل معاك الدك سيستم. فبيقول لك ايه بقى في الحته دي في الشابتر؟ بيقول لك ان انت تبروجرام لامبلمنتيشن لايك ان انت تعمل كده، تقول دوج، دوج ده كلاس عادي، دي ده الانستنس او الاوبجكت اللي انت خدته بي ايكوال نيو دوج، كريت نيو انستنس اوبجكت عادي اسمه دي من نوع دوج، وجيت هنا قلت دوج دوت بارك، بارك يعني ينبح او يطلع صوت يعني. هنا بيقول لك ايه؟ ديكليرنج ذا فاريبل دي از تايب دوج، انت عملت دي نوع دوج. قال لك ده بقى معناه ايه؟ معناه ا كونكريت امبلمنتيشن اوف انيمال forces us to code to a concrete implementation. انت كده اجبرتني ان انا استخدم ال d variable او ال d instance as ان هو dog. dog ده ايه؟ ايه dog ده في اللغة وفي البرمجة وفي الكود عندنا؟ dog ده هو concrete class. طب انت عرفت منين ان هو concrete class؟ انت ساحر صح؟ انا مش ساحر، لان simply ال abstract classes cannot be instantiated. ما ينفعش ان انا اخد نسخة من abstract class اصلا، ما ينفعش ان انا اقول السطر البرمجي بتاع dog دي new dog، السطر ده خطأ لو كانت dog abstract class. فباي ديفولت معنى ان انا فهمت ان انا خدت منه انستنس ان هو كونكريت كلاس، ومعنى ان هو كونكريت كلاس ان انا عملت كود او عملت بروجرام تو امبلمنتيشن. ده معنى ان انت تكود او تبروجرام تو امبلمنتيشن، وده اللي بيقول لك ان هو مش حلو ان انت كده اجبرتني ان انا استخدم الدي ده الانستنس ده او الفاريبل ده از ان هو نوع من الدوج اللي هو كونكريت كلاس. ده معنى ان انت تبروجرام ل امبلمنتيشن. طب معنى بقى ان انت تبروجرام تو انترفيس او سوبر تايب اللي هو ابستراكت كلاس او انترفيس او وات ايفر، ايه الفرق بقى؟ معنى ان انت تبروجرام لانترفيس ان انت تعمل اللي هو بيعمله ده، دي عمليه بوليمورفيزم بحته، عشان كده بقول لك لازم تبقى فاهم او او بي معايا، ده انا شرحته بالتفصيل في فيديو البوليمورفيزم في البلاي ليست الاو او بي. هنا بيقول لك انيمال، انيمال انيمال ده، ده انيمال ده اللي انا واقف عليه بالماوس، ده انستنس او ده فاريبل من نوع انيمال بس بطريقه امبلمنتيشن الدوج. هنا بيقول لك we know it's a dog، احنا عارفين ان ده dog الانيمال ده، but we can now use the animal reference polymorphically. يعني ايه؟ يعني انا عارف ان ده dog، بس انا اقدر استغل ان هو نوعه animal، او اقدر استغل عمليه البوليمورفيزم او الريليشن اللي ما بين الدوج والانيمال، ان الدوج سب تايب من الانيمال، ان انا اخليه ميك ساوند. ده الفرق فوق بان انا a program to implementation، وان انا تحت هنا a program to انترفيس. جه بعدها قال لك بقى لو انت صايع بقى ومقطع السمكه وديلها وديفلوبر مانجا، قال لك بقى ممكن تعمل طريقه احسن من كده. قال لك even better rather than hard coding the instantiation، العمليه سطر الانستانسيشن ده of the subtype like ان انت تقول اصلا new dog، حاجه احسن بقى ان انت ممكن تاساين الكونكريت امبلمنتيشن في الران تايم. يعني انا هنا بيقول لك ايه بيساوي جيت انيمال؟ ايه ده نوعه ايه؟ ايه ده نوعه انيمال؟ بس جيت انيمال دي انا ما اعرفش هترجع لي ايه. انا اقدر في الران تايم احدد ان الاي ده، الاي ده نوعه قطه، نوعه كلب، نوعه بطه، نوعه صباح الضحك، اي نوع اي حاجه، واخد بالك؟ واقدر اخلي الاي ده يميك ساوند. الساوند ده بقى بناء على التايب اللي اتحدد في الران تايم. يعني انا البرنامج هو بيعمل كومبايلنج، انا ما حددتش نوعه، انا البرنامج شغال وظاهر لليوزر على السيستم وهو ما يعرفش ده قطه ولا هيبقى كلب ولا هيبقى ايه. في الران تايم بناء على يوزر ديسيجنز او يوزر تشويسز جوه الاب في الران تايم هيحدد ان الاي ده الانستنس ايه ده او الفاريبل ايه ده، يبقى الجيت انيمال دي بقى هترجع لي دوج، هترجع لي كات، هترجع لي مين، انا ما اعرفش. قال لك وي دونت نو وات ذا اكشوال انيمال سب تايب از، احنا لسه ما نعرفش ايه السب تايب اللي هيطلع. اول وي كير اباوت، كل اللي يهمنا از ذات ات نوز هاو تو ريسبوند تو ميك ساوند، احنا عارفين الميك ساوند ده هيحصل ازاي، وميك ساوند دي فانكشن هتبقى مختلفه بناء على الحيوان ده بيطلع صوت ايه. قال لك هنا ابستراكت، قال لك بقى شكل الدياجرام بتاع اللي احنا عاملينه ده يبقى بالمنظر ده، عندي انيمال بيميك ساوند وعندي دوج وكات،
قال لك كونكريت امبلمنتيشنز، الدوج والكات دول كونكريت امبلمنتيشنز، وقال لك الانيمال ده ابستراكت سب تايب، ينفع يبقى انترفيس ينفع يبقى ابستراكت كلاس. قال لك كود بي ان ابستراكت كلاس اور انترفيس. الثلاث بوكسز دول شرح لعمليه بروجرام تو ان انترفيس. فهو هنا وضح لك المقصود بكلمه انترفيس ان هي ممكن تبقى ابستراكت كلاس او انترفيس، مش المقصود لفظيا الانترفيس، يقصد حاجه تطبق البوليمورفيزم وتطبق الابستراكشن، ان انا اقدر في الران تايم اغير من نوع السب تايب بتاعي اللي انا ما اعرفش هيبقى ايه. اتمنى ما بقاش بتعب في قلبي على الفاضي والله، اتمنى بس. فالدوج والكات، الكات هتميك ساوند اللي هي ميو ميو، والدوج هيميك ساوند اللي هو هيبارك هي هاو هاو وخلاص، والاثنين نوعهم انيمال بي اكستندو من الانيمال ابستراكت كلاس، لو انترفيس هي امبلمنتو خلاص وسلام عليكم والدنيا جميله. احنا ركننا الدوج سيستم على جنب، انا بشرح لك الفرق ما بين بروجرام 2 امبلمنتيشن وبروجرام 2 انترفيس، وليه البروجرام 2 انترفيس احسن، وليه في فليكسيبيليتي، وليه في جمدان وحلاوه في الران تايم اقدر استخدمها. نرجع بقى تاني للنقطه اللي كنا واقفين فيها في الدوج سيستم بتاعنا، اما نشوف اخرتها في الدوج سيستم بتاعنا ده يودينا على فين. طيب قال لك بقى ايه، قال لك طب تعالى نرجع للدوج اب بتاعنا بقى، تعالى نرجع بهذه الصوره. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا رب يا مسهل. قال لك تعالى بقى نشوف كده اخر وضع واخر شكل واخر ما توصلنا اليه في الدوج سيستم بتاعنا اللي سو فار بقى كويس، يعني بقى بنسبه كبيره احنا راضيين على اللي احنا وصلنا له في هذا السيستم. قال لك دلوقتي اللي احنا توصلنا اليه عامل ازاي. بص دلوقتي احنا عندنا فصلنا البيهيفيرز بتاعتنا على جنب واحده واحده بقى، وركز احنا وصلنا لايه. عملنا انترفيس اسمه فلاي بيهيفير اللي جواه الفانكشن اللي اسمها فلاي. قال لك فلاي بيهيفير انا مش عايزك تنط، يعني انا دلوقتي بقرا الفلاي بيهيفير مش عايز عينك تسرح للميوت كواك اللي على اليمين دي، ركز معايا حته حته عشان انا واخد بالي اللي انت بتعمله. الفلاي بيهيفير ده is an interface that all flying classes implement. All new flying classes just need to implement the fly method. اي كلاس، اي كلاس بيطير، اي نوع بيهيفير بيطير، سواء فلاينج وذ وينجز بيطير بصاروخ ما بيطيرش، اي حاجه فيها طيران هتمبلمنت الفلاي بيهيفير انترفيس. وعمليه الامبلمنتيشن، طريقه الطيران نفسها اللي كانت موجوده ومتكرره في السب كلاسز اللي احنا فصلناها هتبقى موجوده في الكلاسز دي. دي كونكريت كلاسز عادي، او في الغالب كونكريت كلاسز، مش احسن حاجه ان هي تبقى ابستراكت. دي هي حتى بيقول لك هير از ذا امبلمنتيشن اوف فلاينج فور اول دوكس ذات هاف وينجز. اي دك او اي حاجه بتطير هتبقى ليها ريليشن مع الفلاي وذ وينجز كلاس ده اللي هو بيمبلمنت الفلاي انترفيس. نفس الكلام في الكواك، الكواك بيهيفير في الانترفيس بتاعه اللي اسمه كواك، عمليه بقى الكواك نفسها الصوت بتاع الكواك نفسه هيفرق جوه الكواك كونكريت كلاس، هيفرق عن السكويك اللي هي البطه دي اللي بتعمل سكويك، هيفرق عن الميوت كواك اللي هي ما بتطلعش صوت اصلا. يبقى البيهيفيرز كلها انا فصلتها بره في انترفيس شايل العمليه الاساسيه، السلوك الاساسي، عمليه الكواك الاساسيه وعمليه الفلاي الاساسيه. اختلافات طريقه الفلاي واختلافات طريقه الكواك فصلتهم في كونكريت كلاسز، واقدر ان انا اعمل ريليشن ما بين السب تايبز بتاعتي وما بين الانترفيسز دي دايركت، بس هحدد نوع الانترفيس في الران تايم عن طريق البوليمورفيزم زي المثال بتاع الانيمال والكات والدوج من شويه. ان انا بعمل الريليشن ده الكود بقى، الحته اللي بقولها دي الكود بقى نفسه هيبقى شكله عامل ازاي. يبقى انا بعمل الريليشن ما بين السب تايب، ما بين المالر دك، وما بين الكويك بيهيفير. طب الكويك بيهيفير ده في الران تايم هيطلع صوت، هيسكويك، هيميوت كواك، ده انا اقدر احدده بسهوله. وقدرت في نفس الوقت ان انا اتبع برنسبل ان انا ابروجرام تو ان انترفيس نوت امبلمنتيشن. يبقى انا السب تايب بتاعي اللي هناك ما عملتش ريليشن ما بينه وما بين الفلاينج وذ وينجز، لا، ولا عملت ريليشن ما بينه وما بين الفلاي نو واي، لا، انا عملت ريليشن ما بينه وما بين الفلاي بيهيفير. والفلاي بيهيفير هو سوبر تايب للفلاي وذ وينجز. يعني انا بطريقه غير مباشره قدرت ان انا اعمل علاقه ما بين السب كلاس اللي هو المالر دك وما بين الفلاي وذ وينجز، بس ما عملتهاش دايركت عشان ابروجرام تو انترفيس، ما عملش بروجرام تو كونكريت كلاس. يبقى وجدت الانترفيس ده عشان اعمل علاقه معاه هو، وفي الران تايم اقدر احدد هو هيعمل عمليه الفلاي ازاي من السب كلاسز بيهيفيرال كلاسز بتاعته. اتمنى حد يبقى فاهم الحته دي. معلش ممكن اقولها تاني، معلش يعني دي بس هتزود الفيديو دقيقتين بس زياده واقول الحته دي تاني. ممكن انا عندي السب كلاس اللي اسمه الرابر دك، انا عايز الرابر دك دي اقول ان هي بتسكويك، ان بتعمل الصوت ده السكويك. طيب ممكن ان انا اعمل ريليشن على طول ما بين
الكلاس بتاع البطه الرابر داك وما بين السكويك كونكريت كلاس ينفع، ينفع والله هينفع وبطرق كتير، بس انا هبقى كده ببروجرام لامبلمنتيشن مش لانترفيس، وكده دي حاجه مش حلوه ومش هتديني فلكسبيليتي، وممكن في الران تايم احتاج اغير حاجات واعمل حاجات تانية ومش هيبقى عندي اريحيه قوي، وممكن مستقبلا تظهر لي مشاكل. يبقى ان انا اعمل ريليشن ما بين الرابر داك دايركت وما بين السكويك بيهيفير بتاعها اللي هي هتستخدمه دايركت، انا كده ببروجرام لامبلمنتيشن. طب عشان انا ابروجرام لانترفيس واعمل فلكسبيليتي في السوفت وير، هعمل ريليشن ما بين الرابر داك وما بين الانترفيس اللي اسمه كواك بيهيفير اللي جواه الفانكشن اللي اسمها كواك، اللي في الران تايم هقدر ان انا اختار او احدد، او حتى مش في الران تايم في الكونستراكتور بتاع الرابر داك هقدر احدد الانستانس اللي انا هاخده من الكواك بيهيفير اقول بيساوي نيو سكويك، زي ما فوق قلنا انيمال ايه بيساوي نيو دوج، هقدر اقول كويك بيهيفير كيو بتساوي نيو سكويك. يبقى انا عملت العلاقه ما بين الرابر داك وما بين الانترفيس ببروجرام لانترفيس مش للكونكريت كلاس بتاع السكويك. يا جماعه بالله عليكم افهموني. ماشي قشطه يلا نكمل. حلو ماشي 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 كلام جميل. طيب عايز اعمل ايه تاني؟ قال لك ماشي فهمت الحته دي وشكرا ان انت قلتها لي. بعد كده قال لك عشان اقدر بقى استخدم البيهيفير كلاسز دول، الحته اللي كنت لسه بقولها دلوقتي، هستخدم الكومبوزيشن. ايه الكومبوزيشن ده؟ مش فاهم. قال لك طب خد البرنسبل وبص على الكومبوزيشن. البرنسبل ده بيقول لك ايه؟ فيفر، والله قلته في بلاي ليست الاو او بي، فيفر كومبوزيشن اوفر انهيرتنس. يعني احسن لك يا ابن عمي استخدم الكومبوزيشن احسن من الانهيرتنس. مش دايما، مش في كل الحالات، الانهيرتنس مش وحش ومش بعبع ومش كخه، حلو واحنا لسه عاملينه من شويه. الكلاسز الصغيره دي هي ستيل بتكستند الدك سوبر كلاس، سوبر ابستراكت كلاس لسه، يعني الانهيرتنس بنستخدمه وموجود. بس هو بيقول لك في الغالب في الموست كيسز الكومبوزيشن بيديك فلكسبيليتي اكتر، بيديك ريليشن شيب هاز ا ريليشن شيب مور يوزفل ذان از ا ريليشن شيب بتاعه الانهيرتنس في اغلب الحالات. طيب الكلام ده شكله عامل ازاي؟ يعني ايه فين؟ ها بالشكل ده. دي الحته اللي كنت بتكلم عليها من شويه، والله كنت بتكلم عليها من شويه. شوفوا بقى الفيلا، ان انا كنت بقول لك ايه، ان انا هاخد انستنس من لا نحطهم جنب بعض، نحطهم جنب بعض. بص معلش 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 ايوه دي الحته اللي انا كنت بكلمك عليها من شويه. بص كده الصوره دي، هو جه هنا في الابستراكت كلاس بتاع الدك قال لك ايه؟ قال لك بابليك ابستراكت كلاس دك، وعمل جواه بيعرف انستنس او فاريبلز قال فلاي بيهيفير، ده انترفيس خد بالك، فلاي بيهيفير فلاي بيهيفير. احنا اتفقنا ان الانترفيس كانوت بي انستنشيتد، ما ينفعش اخد منه نسخه اصلا، ما ينفعش اكريت منه انستنس اوبجكت، ده انا هكريت منه نيو انستنس بس من التشايلد بتاعه بقى، من البيهيفير كلاس بتاعه. هنا انا بقول فلاي بيهيفير فلاي بيهيفير، وهنا بقول كواك بيهيفير كواك بيهيفير. قال لك ديكلير تو ريفرنس فاريبلز for the behavior interface type. مش انا لسه من دقيقتين بقول لك ان انا لما كنت ماسك البطه دي لسه من دقيقتين وبتعب في قلبي بقول لك ان انا مش هعمل علاقه ما بين الرابر دك وما بين السكويك، مش عارف المنطقه صح ولا لا بس سكويك اشتاين، وما بين السكويك كونكريت كلاس. قلت لك انا ما بعملش كده، قلت لك ده انا هعمل علاقه ما بين الرابر دك وما بين الكواك بيهيفير اللي هو ده، وهخلي نسخه الكواك بيهيفير ده في الكونستراكتور بتاع الرابر دك اقول له بيساوي نيو سكويك. ده اللي انا كنت لسه بقوله. ماشي اقتراحي، انا بقترح عليكم دلوقتي ان انتوا تنزلوا الكتاب بي دي اف، موجود بي دي اف في كل حته، ما حدش يدخل يقول يا باشمهندس ابعت لي الكتاب، انا مش هبعت لك الكتاب، يا تشتريه من على امازون او تشتريه اما تسيرش عليه بي دي اف موجود في كل حته، انا مش هبعت الكتاب لحد. عايزك بقى نصيحه ان انت تبص على الكود اللي انا قلته. يعني انا اديتك الزتونه بعكس بلاي ليست كلين كود، انا في بلاي ليست كلين كود كنت بجيب لك السمكه اقول لك ده الشوك بتاع السمكه وده اللحمه اللي في السمكه البروتين وده عين السمكه وده راس السمكه وده ديلها اهي السمكه كلها احلى مسا عليك. انا في البلاي ليست دي ما بعملش كده. في البلاي ليست دي انا بقول لك بص دي سمكه بس ما تشغلش بالك بالشوك وما تشغلش بالك بديلها وما تشغلش بالك براسها وما تشغلش بالك بالحتت اللي انت ما بتحبهاش، انا هطلع لك اللحمه جاهزه بالحتت اللي انت بتاكلها واحط لك عليها ليمون واقدمها لك في طبق وجنبها طحينه. ده اللي انا بعمله في البلاي ليست دي. فمش محتاج ان انت تقرا الشابتر، انا اديتك الزتونه بس محتاج ان انت تبص على الكود بس، الكود بس، لان هو في الشابتر هنا كاتب لك الفول امبلمنتيشن كود بتاع الحاجات اللي انا بقولها دي، بس ده هيخلي الفيديو طويل جدا 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 وهيخليني اشرح افري لاين اوف كود، وده مش عارف ان انا كرويته هضطر ان انا اقوله جامد. فانا نصيحتي
عشان تفهم الباترن والشابتر ده مش 100% مليون في المية، طالب منك نصيحتين حاجتين، تشوف الكود من الكتاب وهم عاملين حاجه اسمها there is no dumb questions، يعني ما في، انا لسه ما خلصتش الشابتر ما حدش يقوم، ده لسه في كلام هقوله بالمناسبه، يعني هم بيقولوا ايه، هم بيقولوا ان ما فيش اسئله غبيه، ما تتكسفش تسال سؤال غبي، اي سؤال يخطر على بالك اساله، وهو حاطط لك سيكشنز لاسئله اكسبكتد ان انت تسالها ومجاوب لك عليها زي انترفيو كده. الحته دي تحفه وبتثبت المعلومه في دماغك. نصيحتي جربها ومش هتندم، ثق في اللي انا هقوله، هات الكتاب اقرا النو there is no dumb questions، اقراها كويس، بلس ان انت اقرا الكود اللي هو كاتبه، عشان الكود سيكا هيثبت المعلومات في دماغك وتبقى الدنيا معاك واضحه وتشوف الصوره النهائيه للسيستم هتبقى عامله ازاي. وهنا خلينا ان احنا ناخد نفسنا ونقول مبروك، congratulations، احنا دلوقتي خدنا اول principles، اول pattern من الباترنز بتاعتنا اللي هو الاستراتيجي ديزاين باترن. احنا طبقنا بالفعل، شوف تخيل ما حسيتش صح، احنا طبقنا الاستراتيجي ديزاين باترن بتاعنا، congratulations، مبروك مبروك مبروك. طيب خد بالك بقى، خد بالك هنا 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 هنا، ده الاوفيشال ديفينيشن بتاعه، ده التعريف الرسمي للباترن. التعريف الرسمي للباترن بيقول لك ايه؟ بيقول لك the strategy pattern defines a family of algorithms encapsulates each one and makes them interchangeable. Strategy lets the algorithm vary independently from clients that use it. ايه بقى الكلام الكتير ده؟ بيقول لك من الاخر الاستراتيجي باترن ده بيشوف ايه الالجوريزم، خد بالك يقصد بالالجوريزمز دي اللي هي البيهيفيرز، خد بالك يا اسطى ركز معايا، يقصد بكلمه الالجوريزمز دي اللي هي البيهيفيرز، السلوك اللي هو الفلاي والكواك اللي احنا بنتكلم عليهم من شويه. يبقى الاستراتيجي باترن بيشوف ايه الالجوريزمز او البيهيفيرز اللي عندك، بيعمل لهم انكابسوليشن، بينكابسوليتهم، بيعزلهم، بيفصل كل واحد، each one encapsulates each one، بيفصل كل واحد لوحده وبيخليه انتشارجبل، يعني قابل للتبديل، قابل للتغيير، هو مفيش عملية تايت كابلينج، هو مش لازق ومرتبط بحاجات تانية، هو فصله لوحده وعزله وتقدر تغيره وتبدله. والاستراتيجي باترن بيخلي كل واحد منهم منفصل في حتة عن المكان او الكلاينت اللي بيستخدمه. ده الاوفيشال ديفينيشن، التعريف الرسمي بتاع الاستراتيجي باترن. بس باكد لك تاني، الالجوريزمز هنا يقصد بيها البيهيفيرز او السلوك بتاع الكواكس اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. طيب تاني 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 تاني، النصيحتين اللي انا بقولهم وكاتبهم اهو، كاتب قدامي النوتس اللي انا يعني كاتب كده ايه هايلايتس، يعني كاتب مثلا جمله وانا بشرح بقى جمله وبشرح، فكاتبها تاني هنا بالعربي اهو. هقول لك نصيحتين عشان تطلع باقصى استفاده من التوبيك ده. بص على الكود بتاع السيستم اللي شرحناه اللي هو الدك اب، وفي سيكشن اسمه there is no dumb questions، بص كده عليه هيفتح دماغك لنقط واسئله مهمه تثبت الموضوع في دماغك اكتر. انا خطي وحش جدا، بص بالله عليك ده خط ديفلوبر، بالله عليك ده خط انسان اساسا، بص ايه ده، ده بالعربي خد بالك، ده مش هيروغليفي ده عربي. ما علينا. طيب في اخر الشابتر، في اخر الشابتر، في اخر صفحه، في اخر حته، في اخر حاجه، في زي بوليت بوينتس كده اللي هي ايه، بوليت بوينتس فاهم، اللي هي الزتونه بقى اللي هو سطور كده فيها اللي احنا قلناه والملخص والفهم. دي اخر صوره معايا، انا استخدمت 17 صوره في الشابتر ده، اخر صوره عندي رقم 17، مرتبهم بالارقام اهي، دي البوليت بوينتس بتاعتنا، هنقراهم تاني بالراحه. والحمد لله ان احنا ما وصلناش ساعه، احنا هو بقى لنا 48 دقيقه، نقفل على 50 دقيقه باذن الله. بيقول لك ايه الزتونه وايه اللي احنا قلناه في الشابتر ده. قال لك knowing the OO basics, object oriented basics doesn't make you a good OO designer. ان انت عارف basics ال OOB مش معناه ان انت تبقى OO designer شاطر, object oriented designer شاطر. قال لك good OO designs are reusable. ال object oriented designs الكويسة بتبقى reusable, extensible and maintainable. سهل ان انت تعدل عليها, تضيف عليها, تزود عليها, تعيد استخدامها, الكلام ده كله. قال لك patterns show you how to build systems with good OO design qualities. Patterns are proven object-oriented experience. عشان كده قلت لك لازم تبقى عارف OOP كويس. كل اللي أنا قلته ده OOP. الفيديو بتاع النهاردة object-oriented بس. مش أكتر. Patterns don't give you code. They give you general solutions to design problems. You apply them to your specific application. حاسس الكلام واضح. Patterns aren't invented. الباترنز احنا مش بنخترعها. They are discovered. احنا بنستكشفها. Most patterns and principles address issues of change in software. It's all about change. Software بيتغير, والبرنسبلز والباترنز كلها about the change اللي بيحصل في السوفت وير.
most patterns allow some part of system to vary independently of all other parts. بيفصل اللي بيتغير وبيعزله بينكابسيوليته وبيخليه معزول عن الحاجه اللي بتستخدمه، نفس اللي احنا بنقوله. We often try to take what varies in a system and encapsulate it. ماشي. Patterns provide a shared language that can maximize the value of your communication with other developers. ده المصطلحات والفوكابلري اللي انا قلتها الفيديو اللي فات، ان انت بتستخدم مصطلح بيدل على حاجة. فهمت قصدك من قلت انا دلوقتي، انا بقالي 50 دقيقة وفي نهاية الفيديو انا بكلمك انت احمد، بقولك يا احمد في المشكلة اللي معانا في البروجكت بتاع عارف البروجكت اللي شغالين عليه انا وانت ده يا اسطى، اللي شغالين عليه ده هنطبق الاستراتيجي باترن. انت فهمتني؟ انت دلوقتي فهمت انا هعمل ايه؟ استراتيجي باترن ده في حاجه بتتغير هو عايز يفصلها، وعايز يبروجرام لانترفيس او ابستراكت كلاس، مش عايز يبروجرام لامبلمنتيشن، ففي حاجه هيطلعها في انترفيس والبيهيفير اللي بيتغير مش هيخليه في السب كلاسز وهيخليه لوحده بره، بلا 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 كل الهري اللي انا بقوله، كل اللي احنا قلناه. يبقى انت فهمت الكونسبت اللي هيطبق باستخدام لفظ واحد اللي هو استراتيجي باترن. بس انا خلصت. بعتذر لو حد ما بيحبش طريقه شرحي او ان انا بزعق او تحس ان انا بتخانق، بس والله انا بندمج فمش بحس بنفسي، فده اعتذار. وانا مش بحضر قوي 100% ومش بكتب سكريبت للفيديوز، يعني يمكن ده واضح. انا بكتب بس كلام هيروغليفي غريب كده، هايلايتس عشان افتكر التوبكس البارتس اللي هقولها. فلو دي برضو حد ما بيحبش الطريقه دي انا اسف، بس هو ذاتس هاو اي كان ميك ذا فيديو يعني. واشوف الفيديو الجاي. السلام عليكم.